مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة، اللي راح نأخذكم كالعادة بجولة بأهم وأبرز عناوين وأخبار جرائدنا المحلية. اليوم مشاهدينا الكرام، يعني مثل ما ذكرنا بالأمس، اليوم طلعتنا صحفنا المحلية باهتمام مبالغ به وتركيز قوي جدا بموضوع مجلس الوزراء، ومثل ما ذكرنا بالأمس كانت الأنظار كلها تتجه إلى مجلس الوزراء ومدى يعني قيام مجلس الوزراء برد القوانين اللي بالأمس هدد نواب مجلس الأمة باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء. اليوم مشاهدينا الكرام صدر بيان مجلس الوزراء بعد اجتماعي، وممكن البيان نوعا ما خلى تماما من موضوع رد القوانين، اللهم إلا يعني من يعني قدم مشاريع قوانين بالوحدة الوطنية ومشاريع قوانين بطبعا تتعلق في موضوع تنظيم حملات الحج والعمرة وبعض القوانين الأخرى تتعلق في بيت الزكاة، بالإضافة لتعيين بعض وكلاء المساعدين في وزارات الدولة. البيان مشاهدين الكرام اليوم خلى تماما، لكن اليوم مصادر صحفنا المحلية تقريبا متضاربة جميعا، يعني أكثر من صحيفة، كل صحيفة لديها رأي معين يختلف عن الآخر. صحف تقول بأن الحكومة حسمت أمرها وردت قانون المسيء للذات الإلهية والنبي صلى الله عليه وسلم والمشروعات الصغيرة، والصحف تقول لم يعني تبت ولم تناقش هذا الأمر مطلقا، وصحف أخرى تقول بأن هناك رد ولكن الحكومة مترددة وقد تغير رأيها بالساعات الأخيرة. إذن صحفنا اليوم متضاربة في الأخبار حول هذا الموضوع، لا يوجد رأي حاسم في هذا الجانب، تضاربت الأقوال ولا ندري لحد الآن. عموما البيان الرسمي لصدر مجلس الوزراء خلى تماما مشاهدي الكرام من أي رد للقوانين اللي عليها طبعا ردة الفعل العنيفة من أعضاء مجلس الأمة، وهناك اختلاف كبير جدا في صحفنا المحلية من الجريدة الجديدة، راح نشوفه بعد قليل، وراح تشوفون تضارب الأخبار والأقوال ويعني التصريحات الخاصة لصحفنا المحلية حول هذا الموضوع. وإن كان ندل على شيء هذا مشاهدي الكرام يدل بأن هناك يعني عدم حسم لهذا الموضوع، وإلا لو كان حسم لشفنا هناك إجماع في صحفنا المحلية حول رد هذه القوانين. هذا الموضوع مشاهدي الكرام اليوم كان من أبرز اهتمامات صحفنا المحلية، كذلك اليوم الحكومة يمكن ناقش استجواب النائب صيفي الصيفي لوزير الشؤون أحمد رجيب، اللي وصفت الحكومة هذا الاستجواب بالغير الدستوري، ووصفها بغير الدستوري قد يفتح احتمالات يعني واسعة جدا أمام الحكومة لمجابهة هذا الاستجواب من خلال التأجيل لمدة أسبوعين، أو كذلك إحالته إلى اللجنة التشريعية للبت في مدى دستوريته، أو حتى إحالته إلى المحكمة الدستورية، لأن البيان مشاهدي الكرام يصف الاستجواب بأنه هناك محاور غير دستورية، وبالتالي يشير إلى أن الحكومة قد تقوم يعني قيام بتصرف قد لا تقبل بمناقشة هذا الاستجواب. هذا يعني ملامح البيان اللي صدر من مجلس الوزراء. عموما حتى موضوع يمكن الوزير الشؤون ووزير الأوقاف كذلك اليوم هناك تضارب في الأقوال، بعض الصحف تقول قدم استقالتهم، بعض قالت لم يقدم استقالتهم، البعض قالت بأن رجيب يعني اليوم في الجلسة راح يتحدث وراح يطلب تأجيل أسبوعين. إذن حتى هذا الموضوع مشاهدينا الكرام هناك تضارب يعني في الأخبار والمصادر من صحفنا المحلية. عموما هذا الموضوع مشاهدينا الكرام كان اليوم تقريبا من أهم وأبرز اهتمامات صحفنا المحلية، بالإضافة طبعا إلى بعض تصريحات النواب، وبالإضافة طبعا إلى الخلاف اللي حصل اليوم بين يعني النواب الأغلبية من خلال إعلانهم تشكيل لجنة تحقيق في الداو وتزكية النائب عبد الرحمن العنجري وفيصل الحية كممثلين الكتلة الأغلبية، والمطالبة الأقلية بترشح يعني أحد النواب، وهذا الأمر اللي يبدو أنه يعني أزعج كثيرا النائب عبيد الوسمي، وصرح بأن ليس من حق النائب جمعان الحربش أو اللجنة التنسيقية أو النائب مسلم براك أن يحددوا الأسماء، وبالتالي هناك خلاف قوي جدا ظهر إلى السطح اليوم بين النائب عبيد الوسمي وزملائه في كتلة الأغلبية. هذا موضوع كذلك اليوم من أبرز اهتمامات صحفنا المحلية. عموما مشاهدي الكرام بهذا الشكل بهذه المحاور لن تخرج أخبار صحفنا المحلية حول هذان الموضوعان بالذات. خلونا مشاهدينا الكرام نذهب إلى صحفنا المحلية ونبدأ بالشاهد ليوم الثلاثاء ونشوف عنوانه الرئيسي، واللي تحدث عن الخلاف اللي ظهر إلى العلن وإلى السطح اليوم بين النائب عبيد الوسمي ونواب كتلة الأغلبية. لجنة تحقيق الداو تفجر الخلاف بين الوسمي والأغلبية كما تقول عنوان جريدة الشاهد. نشوف بقية العناوين للشاهد. الكتلة تجاهلته رغم تخصصه القانوني ورشحت الإيحية والعنجري فخرج النائب عن صمته. عبيد الحربش ولجنته لا يملكون الصلاحية لاتخاذ قرار أو وضع تقرير. وعنوان آخر ثلاث سيناريوهات أمام الحكومة لمواجهة استجواب الصيفي.
إحالته للتشريعية التأجيل أو استغلال ترجيب. الحكومة والأقلية ستعارضان طلب التحقيق في الداو لأن كتلا متهمة بالضلوع في الخسارة. والمناور عندي وثائق تدين وزير النفط مؤكدا أنه بدأ يعد صحيفة الاستجواب. الطبطبائي سيستجوب الحمود إذا أبعد السوريين، والصواق رد القانونين يستوجب استغالة وزيري العدل والتربية، والأغلبية ستجتمع لتتخذ قرارها. السعدون واربع نواب يطالبون بتعديل قانون الجنسية. والفضل، من سيحاسب العليم، البراك أم حدس؟ العمير للسعدون، أين تقرير التحويلات؟ والتشريعية قررت قانون مكافحة الفساد، الدلال سيدرج بجلسة الأربعاء أو الخميس. أخيرا، قال له الدلال للحين مع الصحافة روح صرح، دشتي يا أبو حمود شوف الداعي إيش كاتب عني، البراك أنت من حلقت يا عبد الحميد جاك البلة. هذه مشاهدينا الكرام كانت هي أبرز عناوين جريدة النهار ليوم، عفوا الشاهد ليوم الثلاثاء. ننتقل إلى جريدة أخرى مشاهدينا الكرام، ومعنا جريدة النهار، والنهار كذلك اليوم تتحدث حول يعني تضامن الحكومي وموضوع رد القوانين سبب خلاف وصداع لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك. رد القوانين يهز التضامن الحكومي على اعتبار بأن وزير طبعا العدل ووزير الشؤون وأكثر من وزير قد يقدمون استقالتهم، وهددوا كما تقول صحيفة النهار بتقديم استقالتهم، بالتالي قد يكون هناك سيناريو أن الحكومة تقدم استقالة جماعية. أي طبعا من يعني اختيارات صحفنا المحلية، ومثل ما ذكرت لكم الموضوع اليوم حوله هناك تضارب كبير بين صحفنا المحلية. هذا رأي النهار، وراح نشوف بقية صحفنا اللي تخالف يمكن تقريبا جريدة النهار. خلينا نشوف بقية عناوين النهار ليوم الثلاثاء. مجلس الوزراء استجواب الصيفي مخالف للدستور واللائحة ويتضمن مساسا بالوحدة الوطنية. أنباء عن قرب استقالة الحكومة أو إجراء تعديل يلبي مطالب الأغلبية النيابية. الطبطبائي يهدد باستجواب الحمود لإبعاد سوريين مخالفين للإقامة والسجن 10 سنوات المقرد النقي. الكهرباء تعطل الزور يعني أزمة حادة. أخيرا، الداخلية تدرس إجازة القيادة للوافد 500 دينار والدفتر ب 300 دينار. هذه مشاهدينا الكرام كانت هي أبرز عناوين جريدة النهار. ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى صحيفة أخرى، ومعنا جريدة عالم اليوم. وعالم اليوم تنفرد اليوم بأخبار حصرية بأن الحكومة ردت قانون المسيل للذات الإلهية والمشروعات الصغيرة. نركز مشاهدينا الكرام، راح نشوف صحفنا المحلية اليوم شرقت وغربت وتناقضت في جميع العناوين حول اجتماع مجلس الوزراء. إذن عالم اليوم تقول بأن الحكومة ردت قانون المسيء، رد المسيء للرسول والمشروعات الصغيرة. نشوف بقية عناوين عالم اليوم. مجلس الوزراء محاور استجواب الصيفي تتضمن الخروج على أحكام الدستور وتمس الوحدة الوطنية. التعاون مع البرلمان يتطلب الالتزام بالدستور واللائحة. لجان لفحص تقرير المحاسبة بشأن التحويلات لتحديد المسؤولية. الموافقة على مشاريع قوانين حماية الوحدة الوطنية وتنظيم حملات الحج والعمرة. الأغلبية تشكيل لجنة تحقيق في الداو بعضوية العنجري وليحية وترك مقعد للأقلية. المناور سأستجوب وزير النفط. قانون مكافحة الفساد أمام المجلس الخميس. الشايع مليارات التنمية صرفت على مشاريع مخجلة. عاشور للمواطنين تبرعوا لنصرة الشعب السوري. والداخلية إبعاد الشابين السوريين ليس له علاقة بالتظاهرات أمام سفارة دمشق. أحدهما متهم في قضية مخدرات والآخر في قضية تغيب منذ عام 2009. البراك الدشتي كان خوش ولد بس جاهل بلا من يوم شال الشنب. دشتي رد الإعدام للمسيء للنبي أمر جيد. الجسار لا انقطاع للكهرباء حتى عام 2013. تعطيل محطة الزور الشمالية يدخل البلاد في أزمة عام 2014. الشؤون للتعاونيات إنهاء عقود الفروع المستثمرة المخالفة. والسفارة الإيرانية تنفي تصريحات كهرماني.
الخدمة المدنية الموافق على مكافأة الساعات الزائدة في التطبيق. وأخيرا 5630 مصريا في الكويت صوتوا باليوم الأول للانتخابات الرئاسية. هذه مشاهدينا الكرام كانت عناوين جريدة عالم اليوم. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى صحيفة أخرى من صحفنا المحلية ونذهب إلى جريدة الصباح. والصباح مشاهدينا الكرام لا زالت لليوم تقريبا الثالث على التوالي وهي تركز على موضوع يعني خسارة الداو وأن النواب أدخلوا يعني الكويت بخسارة فادحة. واليوم تقول الصباح بأن الخسارة المليارين يبدو أنها قسمت على عدد المواطنين الكويتيين وكل مواطن يعني تقريبا حصته 4000 دينار كويتي أو 4000 دولار ما أدري شلون حاسبينها، لكن تقول بأن خسارة الداو تسببت ب 4000 لكل مواطن. نشوف عنوانه سارقوا النفط في قفص الاتهام شعبيا، تعويض الداو كلف كل أسرة كويتية 4000 دينار نتيجة إصرار الشعبي على إلغاء الصفقة. إذن الصباح لا زالت على موضوع الداو منذ تقريبا 3 أيام. عناوينها تقول كالتالي: نواب ومواطنون تفاعلوا مع ما نشرته الصباح وطالبوا بمساءلة ومحاسبة عاجلتين لمهدري المال العام. سارقوا النفط في قفص الاتهام شعبيا، تعويض الداو كلف كل أسرة كويتية 4000 دينار نتيجة إصرار الشعبي على إلغاء الصفقة. والمناوري يهدد بالاستجواب بسبب صفقات مشبوهة في القطاع النفطي. الوزير مطالب بكشف كل الحقائق أمام الرأي العام سواء صعد المنصة أم لم يصعد. والوسمي يحتج على تسييس لجنة الداو والحربش، التحقيق واجب شرعي. الصيفي يؤكد انقسام الأغلبية، حضرت ديوان الخليفة ولم نبحث قضية كيداو. وعنوان آخر: الكهرباء تعطيل، الزور سيخلق أزمة، والحكومة تقرير المحاسبة في التحويلات حيادي. أرجيب أكد مجلس الوزراء وجود مخالفات دستورية صريحة في استجواب الوسمي. الصيفي: العمير المحاسبة أنصف المحمد فليثبت النواب صحة ادعاءاتهم. والشؤون للتعاونيات افسخوا عقود المخالفين. وشهاب يودع الحكومة قريبا. هذه مشاهدينا الكرام كانت هي أبرز عناوين جريدة الصباح. ننتقل معكم إلى جريدة أخرى ومعنا جريدة الوسط، والوسط اليوم يتعلق طبعا موضوعها أو عنوانها الرئيسي على البيان اللي صدر اليوم من مجلس الوزراء حول استجواب النائب صيفي الصيفي. وعنوانه يقول: استجواب الصيفي مطر صيفي. يعني كأنها تشير بأن الاستجواب يعني باهت وضعيف جدا وغير دستوري كما وصفته الحكومة، وكما تصف الوسط بأنه مطر صيفي. يبدو أن الاستجواب واهي كما تقول جريدة الوسط. الحكومة أكدت أنه يخالف الدستور واللائحة وشق الوحدة الوطنية. أشهاب يستقيل احتجاجا على رد المسيء، اتفاق بين الأغلبية والحكومة على توزير 3 وزراء. السعدون و4 نواب يقترحون تعديل قانون الجنسية، و10 سنوات سجنا للمقرد النقي بعد اتهامه بالإساءة للرسول والصحابة وأمهات المؤمنين. والتشريعية أقرت قانون مكافحة الفساد. خطوات فعلية لتنفيذ مشروع الكويت عاصمة النفط في العالم. العربيد كشف عن دعم مجلس الأمة وغرفة التجارة. المناور لا بديل عن استجواب وزير النفط. حصل على مستندات بشأن تجاوزات خطيرة واستيلاء على المال العام. والحربش التحقيق في الداو قادم لا محالة. هذه مشاهدينا الكرام كانت عناوين جريدة الوسط. نذهب معكم مشاهدينا الكرام إلى صحيفة أخرى من صحفنا المحلية وننتقل إلى جريدة